طبعا النهارده افتتاح المرحله او الفتره الثالثه لمعهد المحاماه بالمنوفيه. الحمد لله الفترتين السابقتين بدعم النقيب العام الاستاذ سامي عاشور كان لهم صدى ومردود كبير جدا عند المحامين الشباب، وكان في اقبال غير عادي من الطلبه في المعهد. استفادوا استفاده كبيره جدا من المعهد، وهي فكره صائبه طبعا، واحنا بنحاول ندعمها من خلال النقابه الفرعيه بحيث ان المحامي الشاب يستفيد اكبر استفاده ممكنه. كان في محاضرات عمليه ومحاضرات نظريه اكاديميه واساتذه القانون، بالاضافه الى المحامين كبار المحامين بالمنوفيه في كافه التخصصات، استفاد منها المحامين استفاده كبيره جدا. واحنا بنشكر معالي النقيب العام على هذا او على الفكره عموما بتاع معهد المحاماه، وبنقول ان احنا بنحاول نطورها، واعتقد ان في ظل القانون الجديد فكره الاكاديميه طبعا هيبقى تزيد صقل المحامي قبل ان يلتحق بنقابه المحامين. يبقى اللي هيجي لنا اكيد هيبقى هو اللي عايز يشتغل في المحاماه، هو اللي حابب المحاماه، واكيد هينجح طالما هو حابب الشيء ده. واحنا النهارده بننتهز الفرصه ونوجه الشكر لمعالي النقيب العام ومجلس النقابه العام الذين شرفونا بالحضور، وبعض الزملاء من النقابات الفرعيه المجاوره. وان شاء الله بدعم النقيب العام في الفتره القادمه هيبقى في ان شاء الله صوره افضل للمحامين والمحاماه. شكرا.